هلا والله شباب بنات، معكم هاني، واليوم رجعت لكم فيديو جديد عن تقييم اليوتيوبرز. بعرف انه انا يعني تقريبا من اخر العالم اللي عملوا هالتحدي، بس يعني مامكالو صمم برنامج اسطورة وخلاه كتير مريح وكتير سهل للاستخدام، ويعني فيك تعمل فيه اللي بدك اياه، فبهنيه على هاي البرنامج الرهيب. وحاليا قبل ما نبلش شباب، اول شيء بحب اشكركم على الدعم الخرافي على الفيديوهات، يعني دعمكم على اليوتيوب الصراحة رهيب كتير، بس على الانستغرام نوعا ما ضعيف. يعني شباب يعني ما عندكم انستغرام، حركولي اللبن شوي، حركولي حالكم. رابط الانستغرام بتلاقوه، هي هي صفحتي بتشوفوها على يسار الشاشة. فبتمنى الكل شوفكم على الانستغرام، وراح رد على الاغلب، وكل الاسئلة اللي ما تجيني تقريبا ما رد عليها. فيب خلونا نبلش بالفيديو، ليتس جو. اوكي شباب، حاليا معنا هذا البرنامج، طبعا موجود هون قائمة يوتيوبرز ضيفون مامكالو. بس اول شي خلينا نبدل اللون، شو منحط لون؟ والله هذا اللون عجبني، خلونا نختار هذا اللون الخمره، وخلونا نشوف شو عنا يوتيوبرز. طبعا مو كل اليوتيوبرز اللي انا ببالي قيمهم موجودين هون بتوقع، فراح اختار كمان من عنده، بس خلونا نشوف من هون مين ممكن نختار. جو حطاب اختاروا، ليتس جو. نور ستارز ما بحضر لها. اوكي حبايب القلب، واخيرا اخترنا قائمة اليوتيوبرز اللي بدي قيمهم. هلا اول شي راح اقول لكم شغلي، انه هذا تقييم الشخص لا راح يقدم ولا راح ياخر على اليوتيوبر، يعني بس مجرد انا تقييمه حسب متابعتي للاشخاص. وبعدين يعني لا يجيني واحد راسي مربع يقول لي يا هاني انت عندك 60,000، ما تقيم واحد عنده 3 مليون مثلا. يا حبيبي باليوتيوب مو مهم المشاهدات، اهم شيء الاخلاق. اوكي شباب، وحاليا اخترت القائمة معنا. طبعا هون معنا خرافة، يعني هي افضل شيء ممكن يكون موجود، رهيب يعني، كمان ممتاز، ممتع يعني، حلو بس مو انه واو على الاخير، يعني جيد جدا كويس. ما بتابعه انا شخصيا، يعني شايف محتوى سابقا بس انا حاليا ما بتابعه. سلم على الشهداء، يعني اعتزي اليوتيوب، يعني محتواك بيض على الاخير. هي حسب تقييم الشخص طبعا. اوكي شباب، حاليا بنبلش معنا ابن حدوتة. الصراحة محتواه كتير حلو وكتير بحبه انا، ممتع يعني، بلاقيه وبحضر له اغلب الحلقات. حاليا يعني بعتقد بيستحق رهيب بدون منازع يعني. فا اوكي شباب، حاليا جو حطاب. شباب جو حطاب بحس محتواه كتير متعوب عليه ومختلف، يعني في شيء مو طبيعي، يعني بيعمل شيء مو طبيعي وبيدور على كل مناطق العالم. فانا صراحة عندي جو حطاب حطه خرافة، بيستحق. طبعا خرافة شباب ما راح احط فيه يعني عدد كبير، بس برأيي بيستحق، كدقة كتصوير ككل شيء، كل شيء بالفيديو اسطورة. اوكي حاليا نجي على برهوم عراوي. برهوم عراوي من اكثر الاشخاص اللي بتضحكني على اليوتيوب الصراحه، يعني كتير هيك بيدمجك مع الفيديو، عرفتوا كيف؟ ما بتحس انه فيت بدك تخلص تطلع، يعني بتحس بدك تشاهد الفيديو من اولته لاخرته. فما بعرف يعني صراحه، ما راح احطه خرافه بس يعني رهيب بدون ادنى شك، رهيب برهوم. وحاليا اللي بعده معنا سحس. سحس انا بشاهده كتير وبحب محتواه، الصراحة بيستحق رهيب، بس انا يعني مو كتير بتابع اكل، فبظنه ممتع يعني، بشاهده للمتعة احيانا، او ممكن بيشهل واحد يعني الاكلات وهي، فبيستاهل اكتر، بس ممتع يعني كتير ضابطة بالنسبة لانا مشاهدتي له. فا اوكي اللي بعده ليتس جو، معنا حاليا محمد جواني. شباب محمد جواني انا حاليا ما بتابع له ابدا، بس من قبل كنت يعني عكتر يعني مو دراما، كيف بدي اقلكن، مقالب كلها تقريبا تمثيل. فانا الصراحة اكره ما علي باليوتيوب انه تنزل مقلب تضحك على العالم ويكون تمثيل. فاغلب يعني مقاطعه حسب رأيي انا، مو متأكد بس حسب اللي شفته بتوقع انه تمثيل. فانا الصراحة يعني يا بدي احطه ما بتابعه، ويا سلم على الشهداء فبحطه هون، يعني لان كنت تابعه سابقا بس قليل. فاوكي اللي بعده بيسان، معنا بيسان. شباب بيسان كصوت، صوته انا بالنسبة الي رائع، يعني بمجال الفن بتنجح بجدارة، بس كيوتيوب انا ما بحب محتواها كمان، يعني تقريبا كان نفس المحتوى كله مقالب تمثيل وهيك، فانا بحطه ما بتابعه. ليتس جو. نارين بيوتي،
نارين شباب محتواها كتير حلو بس مو للشباب، بحس للبنات اكتر من الشباب، يعني مكياج وهيك شغلات، فنحن يعني ما بنشاهد هيك شغلات، فبحطه ما بتابعه، بس يعني كفو ناش هالمخلوقة. ليتس جو. حاليا منقيم مامكالو. الشباب مامكالو هو اللي صمم البرنامج، يعني شو بدي قيمه؟ معقول يعني خاف يعطينا سترايك؟ والله خلص حطه ما بتابعه. شباب مامكالو راح اعطيكم رايي الحقيقي، يعني مو لانه رفيقي راح اقول لكم هيك، بس انا رايي بهالشخص انسان ناجح بكل معنى الكلمه. عنده يعني 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 اغلب الاشخاص الداخلين باليوتيوب متفضايين لليوتيوب، عرفت كيف؟ الا مامكالو بيزبط لك جامعه، بيزبط لك مقاطع يوتيوب، بيزبط لك برمجه، كل شيء بنفس الوقت، ومنظم ومسابر. فبدون ادنى شك، مو لانه رفيقي، بدون ادنى شك بيستحق خرافي. انا بالنسبة له الصراحة لا مجاملة ولا شيء، وحتى محتواه كتير اسطوري يعني. فليتس جو. معنا حاليا بندريتا. بندريتا شباب انا بالنسبة له شخصيته، وبالنسبة للكل يعني كل اللي بيتابعه، شخصيته كتير حلوة، ومن احلى الشخصية ممكن، من احلى الشخصيات ممكن تلاقيها باليوتيوب. بس بحس بندريتا عنده نقص بشغلة، يعني مثلا المونتاج او حركات يعني خارج الفيديو. فلهيك برأيي ما بيستحق خرافة، برأيي بيستحق رهيب كشخصيته الحلوة ولعبه الحلو. يعني انا هاي بالنسبة له. حاليا معنا ابو فلة. ابو فلة اللي مجنن العالم كله، اليوتيوب كله. شباب ابو فلة بالنسبة له بدون شك يعني بيستحق خرافة بجدارة، لان يوتيوبر كامل مكمل من ناحية المونتاج، من ناحية التصوير، من ناحية بيعمل لك مؤثرات بالفيديو بخليك تندمج مع الفيديو، دقة، متعة، ضحك، اللي بدك يا كل شيء. فبدون أدنى شك بيستحق خرافة. وحاليا ننتقل لباسل الحاج. باسل الحاج كمان محتوى أكل، كان بالأول يعتمد على كميات الأكل أكثر بظن، هلأ حاليا بيعتمد على النوعيات وبيعمل هو بالبيت وهيك. فبرأيي ممتع يعني، وما يتعب حاله الزلمة، أنا برأيي بحطه ممتع. وحاليا معنا عبدالله النعيمي. صراحة هلا مو كتير عم شوف له فيديوهات، بس سابقا كنت شاهد له أغلب شيء، كنت شاهد قناته عن رياضة وكيف بينتقد وهي. هلا هو برشلوني وأنا مدريد، بس يعني نقده ما بيخليك تكرهه أنه تكره فريقه، عرفتوا كيف؟ نقده هيك بتحسه حماسي، عرفتوا كيف؟ فبرأيي بيستحق الرهيب. حاليا معنا قناة فافا نوبولي وسام تيكت. الصراحة بيعملوا تحديات حلوة والأفكار يعني بيجيبوها من عندهم، ما بيجيبوا شي سرقة، يعني كل الأفكار بيفكروا فيها، بيزبطوا سيناريوهات هو والفريق وبيعملوها. فالصراحة المحتوى يعني محتار بين الممتع والرهيب، بس الصراحة بيستحق رهيب. ليتس جو. اللي بعده عمر حمو. عمر حمو شباب انا كتير بحب محتواه، من اكتر اليوتيوبرز اللي بيعملوا سكتشات. صراحة محتواه كتير حلو ومتعوب عليه، وشخص ما بتهمه انه كيف تقلكم، ما بيهمه الارباح. مثلا من قبل كان عندك اذا الفيديو اقل من 10 دقائق وهيك ما فيك تحط اعلانات، والكمية الربح بتجي اقل، مو الكل بيشاهد، ما بتهمه كل هالشيء، اهم شيء عنده جودة الفيديو ومحتواه يعني. فالصراحة بيستحق رهيب برياحة. حاليا معنا الدي براذرز. الدي براذرز يمكن في منكم ما يعرفون، هنون يوتيوبرين سوريين بيعملوا سكتشات خرافي، كمان قريب على محتوى عمر حمو، بيعملوا اثنين بس بطريقة رهيبة رهيبة. انا بالنسبة الي بحطهم خرافي، بيستحقوا لان محتواهم كتير حلو وممتع، وكمان بيعتمدوا على جودي بالفيديوهات. حاليا معنا نيودوس. الصراحة هودي اثنين كمان، هنن اثنين، هود اثنين وهود اثنين، بس صراحة بالنسبة الي هود يعني مثل هاي لما بتجيب الدي براذرز من جولي شيك. بعتذر اني ما احكي هالحكي، بس انا بالنسبة الي محتواهم ما بيوصل، يعني ممكن مثلا تلاقي عندهم احيانا فيديو حلو او حركة حلوة، واحيانا بتلاقيه بيض على الاخير، عرفتوا كيف؟ فصراحة انا بحطهم جيد جدا. وحاليا معنا علي المرجاني. صراحة علي المرجاني من أقدم اليوتيوبرز على منصة اليوتيوب، ومحتواه كان حلو كتير، ولحد الآن يعني عنده كذا قناة، بس حاليا أكتر شيء مشهور بقناة لما بيعمل دراما،
بينزلك فيديو ساعتين يلا اشطها حكي على واحد كذا. صراحة هي هو المحتوى الناجح باليوتيوب حاليا، اعمل لك شوية دراما وبتنجح. أه بس بالنسبة الي حاليا ما بتابعه كتير لعلي المرجاني، فممكن في كتير اشخاص بيستمتعوا فيه. هي الصراحة بحطه ممتع لان انا احيانا بستمتع بمقاطعه، بس حاليا مو كتير بتابعه لان ما بحب الفيديوهات الطويلة كتير، عرفتوا كيف؟ وحاليا معنا اليوتيوبر الاخير البومباستيك ناجي القار. صراحة شباب هذا اليوتيوبر شغل كبير، يعني محتوى مستحيل تفوت على المقطع وما تضحك، هاي مستحيلة، فكتير ممتع ومضحك. وانا بالنسبة الي يعني بيستحق بالنسبة الي كمتعة اللي بحسها فيديوهاته بحطه انا خرافة. فما بعرف شو رأيكم تقييمي، يكون عجبكم تقييمي، وانا بعتذر اذا ظلمت شي يوتيوبر، بس انا هذا رأيي الشخصي. واذا اي فكرة بتحبوها شباب من هالافكار بعيدا عن الجيمينج اكتبولي بالتعليقات، بلكي بعمل شي فكرة هيك حلوات هيك بين فترة وفترة، يعني بعملي فيديوهين هيك تسليكيات. وحاليا لا تنسوا مثل ما قلت لكم باول فيديو رابط الانستغرام بتلاقوه بصندوق الوصف، ولا تنسوا اللايك. بحبكم يا اساطير، مع السلامة.